إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئنا في حلقة اليوم هو الحسين بن علي بن يوسف الأغبري، البالغ من العمر 15 عاما. الحسين طالب بمدرسة قتادة بن النعمان في سناو بالمضيبي في الصف 11، يحفظ القرآن الكريم كاملا ويهوى القراءة، لا سيما كتب التاريخ والنحو والعقيدة والفقه. القارئ الصغير. مرحبا بك حسين. أهلا وسهلا. أهلا بك. عمرك 15 سنة؟ نعم. أهم معلومة قلناها في المقدمة أنك ما شاء الله تحفظ القرآن الكريم كاملا. الحمد لله. أحكي لي كيف وأنت في هذا السن الصغير استطعت أن تحفظ القرآن الكريم كاملا؟ في بداية حفظي للقرآن الكريم كان أبي حفظه الله يشجعني على حفظ القرآن الكريم منذ كنت صغيرا، يشجعني سواء يعني تشجيعات معنوية أو مادية. منذ كنت صغيرا يعني كم كان عمرك؟ قبل دخولي المدرسة. منذ أن كنت في السن الخامسة. فكان في البداية يجعلني أسمع للقراء المشهورين أمثال المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد. وكنت أردد وراء القارئ، وبحمد الله استطعت بتلك الطريقة حفظ جزء عما وتبارك. بمجرد الترديد وراء هؤلاء القراء. نعم. ما شاء الله عليه. إنزين، وبعدين؟ وبعدها عندما دخلت الصف الأول تعلمت القراءة، فبدأت أحفظ بنفسي وأبي يتابعني بشكل أسبوعي وإذا أمكن بشكل يومي. إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير.
القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئنا في حلقة اليوم هو الحسين بن علي بن يوسف الأغبري البالغ من العمر 15 عاما. الحسين طالب بمدرسة قتادة بن النعمان في سناو بالمضيبي في الصف 11، يحفظ القرآن الكريم كاملا ويهوى القراءة، لا سيما كتب التاريخ والنحو والعقيدة والفقه. القارئ الصغير. مرحبا بك حسين. أهلا وسهلا. أهلا بك. عمرك 15 سنة؟ نعم. أهم معلومة قلناها في المقدمة أنك ما شاء الله تحفظ القرآن الكريم كاملا. الحمد لله. أحكي لي كيف أنت في هذا السن الصغير استطعت أن تحفظ القرآن الكريم كاملا؟ في بداية حفظي للقرآن الكريم كان أبي حفظه الله يشجعني على حفظ القرآن الكريم منذ كنت صغيرا، يشجعني سواء يعني تشجيعات معنوية أو مادية. منذ كنت صغيرا يعني كم كان عمرك؟ قبل دخولي المدرسة. منذ أن كنت في السن الخامسة. نعم. فكان في البداية يجعلني أسمع للقراء المشهورين أمثال المنشاوي و إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. هذه فترة حكم الدولة الفاطمية استمرت في مصر زهاء قرنين من الزمان. ممتاز. وكتاب الحروب الصليبية هذا قلت لي سعيد عبد الفتاح عاشور. نعم. عن إيش يتكلم؟ يتكلم عن بداية الحروب الصليبية وكيفية وأسباب نشأتها وحتى نهايتها. كيف أسباب نشأة الحروب الصليبية؟ بداية نشأتها كانت على يد بابا الكنيسة في روما، حيث دعا إلى مجمع في كليرمونت بفرنسا. متى هذا الكلام؟ في عام 1095 ميلادي. فدعا إلى أنشأ مجمع كليرمونت الذي حضر فيه الرؤساء وملوك الغرب، فدعاهم إلى حرب صليبية بحجة استرداد الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين. ممتاز. الآن نعود لكتاب التطبيق النحوي، وهو الكتاب الذي اخترته لعرضه في هذه الحلقة لعبد الراجحي. ليش اخترت لهذا الكتاب؟ أنت ما شاء الله يعني شكلك قارئ كتب كثيرة غير هذا. نعم، لأنني أحب علوم اللغة العربية وبخاصة علم النحو. عن إيش يتكلم كتاب التطبيق النحوي؟ يتكلم عن أحد مواضيع اللغة العربية وهو موضوع النحو. من حيث العنوان يتضح أنه يخالف يعني مخالف لمنهجية الكتب الأخرى، حيث أن الكتب الأخرى تهتم بالقواعد بشكل عام، أما هذا المؤلف هذا الكتاب فإنه يذكر القاعدة وبعدها يذكر التطبيقات بحيث تكون التطبيقات أكثر من القاعدة. شيء عندك مثال على هذا الشيء أن التطبيقات يعني لها حضور أكثر من القاعدة؟ نعم، على سبيل المثال ذكر إعراب كلمة كذا، ذكر كلمة كذا وقال تستعمل هذه الكلمة استعمالات مختلفة، وبدأ بذكر التطبيقات فقال حضر زيد راكبا وحضر علي كذا. والمثال الثاني كتبت مقالة هكذا. هذا التطبيق الثاني. والتطبيق الثالث زيد كريم وهكذا أخوه. نعم. وتطبيقات أخرى كثيرة على خاصة على هذا. نعم. هذا الموضوع. جميل. ذكرنا قبل قليل أنك أنت التحقت بمدرسة الشيخ حمود الصوافي. نعم. هذه في الصيف أم دائما يعني؟ أنت من وين حسين؟ من ولاية إزكي. من ولاية إزكي. نعم. والمدرسة قتادة بن نعمان في سناو. نعم.
إذن إيش اللي ودك سنو؟ نعم، الشيخ حمود بن حميد الصوافي دعاني طلب مني أن أمكث عنده فترة الشتاء. يعني بمعنى أن أسكن معه. طبعا هو لديه سكن هناك لطلبة العلم. نعم. لديه سكن في الصيف لكن يختار بعضا منهم في الشتاء لملازمته في الشتاء. ولذلك أنت الآن يعني في مدرسة قتادة بن نعمان بشكل مؤقت إلى أن أنهي الثانوية. إلى أن تنتهي الثانوية بإذن الله. إيش تدرس مع الشيخ حمود صوافي؟ أدرس النحو والعقيدة والتجويد والفقه. جميل. لك نشاطات في المدرسة؟ نعم، أشارك في جماعة الإذاعة. إيش تقرأ في الإذاعة؟ أقرأ المواضيع التي تطرح في الإذاعة من مقدمة وقرآن كريم وحديث وحكم وكلمة إلى آخرها. نعم. طبعا نحن بما أننا يعني ذكرنا أنك حافظ القرآن الكريم كاملا، فمن الجيد أن تسمعنا شيئا في هذه الحلقة من القرآن تختاره لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك تقرأ بالتجويد، ممتاز. وين تعلمت التجويد؟ في المدارس بشكل مبسط، لكن عندما التحقت بمدرسة الشيخ الصوافي تعلمته بشكل متعمق. جميل. إيش تتمنى تصبح لما تكبر الحسين؟ أتمنى أن أعمل في مكتب الإفتاء. أو أن أنال شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية. ويمكن أن تحققهما معا، أن تنال شهادة الدكتوراه ثم تذهب إلى مكتب الإفتاء. إن شاء الله. نتمنى لك أن تتحقق، كل أمانيك. سؤالي الأخير في هذه الحلقة لك عن حكمة أو مقولة أو عبارة جميلة أعجبتك تسمعنا إياها. قال الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنك محموده عن النسب، إن الفتى من قالها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. جميل، بيتان رائعان يا حسين، وأنت أيضا رائع، قارئ رائع، وشكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. أحسنت. شكرا لك الحسين بن علي بن يوسف الأغبري، البالغ من العمر 15 عاما، من مدرسة قتادة بن نعمان في سناو. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. أحسنت. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.